صحيح، استلام لمروان هدف، رد اعتبار ورجوع روح للنادي الاهلي، ومروان شخصيا بعد الهجوم الفظيع اللي حصل له بعد مباراه الزمالك. لكن سبحان الله ربنا رضاه النهارده رضا ما بعده رضا بجد النهارده. يعني ما احنا عرفش. يمكن بغض النظر عن النتيجه النهارده، احنا اتفقنا قبل الماتش ان احنا هنختم النهارده البرنامج بكلمه لكل واحد فينا لمروان. حصل. هو يعني مروان النهارده بعد هدف النهارده ده ما فيش كلام تقوله، يعني تقول ان الراجل ده اتعرض لهجوم جامد قوي وساكت، لكن ربنا كرمه فعلا ان هو واضح ان بني ادم كويس فعلا يعني. صحيح. ربنا يكرمك كده ايمن بعد حوالي 3 ايام هجوم مش طبيعي وتهريج وقلش وحاجات غريبه جدا على مروان وهو ساكت، ربنا يكرمك. بتقول وخلي بالك نزل في توقيت صعب جدا. صعب يعني لو اي حد غيره يعني ما ينزلش، يعني التوقيت صعب ومروان حالته صعبه وهجوم غريب جدا، لكن هي سبحان الله ربنا ما بيحب يعني يكرم حد، بس هو يستاهل اكيد. لكن النهارده فعلا شناوي النهارده انقاذ وتمريره ساحره لمروان، استلام مروان وهدف، يعني رد اعتبار رسمي مروان، 3 نقاط يستاهلهم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي روحه اتغيرت بعد الطرد. هو ده التغيير اللي حصل في النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي نفس الاداء في الشوط الثاني، مع يعني مش مع اعتراض، يعني اعتراض خفيف كده. هو انا ليه برضو رجعت الاعب محمد مجدي ناحيه اليمين بدايه الشوط الثاني؟ ودي حاله غريبه جدا برضو حصلت النهارده. محمد مجدي بدايه الشوط الثاني برضو راح ناحيه اليمين، ما اعرفش ليه، او كان ايه الغرض من الـ من الـ من الـ من تغييره الملعب دي، لانك برضو فقدت حاجات كتير قوي. الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي لازم يكون صراحة ايمن، مش دي الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي. في اكتر من لاعب النهارده يعني بعيد واخطاء كتير قوي في التمرير، وهي كره القدم تمرير، الكره بتقطع منك مدافع على طول. لكن النهارده برضو تغيير مجدي غريبه شويه، تحس ان الملعب اتعدل وتحس ان في روح جديده بعد الطرد يانج. صحيح. مجدي راح راجع نص الملعب، روح جديده داخل رجعت النادي الاهلي، ودي لعيبه النادي الاهلي. صح. ايمن دايما. صح. تحت الضغط وتحت الاوقات الصعبه، كنا بنتكلم احنا في بدايه الاستوديو، يطلع نوعيه لعيبه النادي الاهلي هو ده. لا ما ينفعش النهارده، ماليش دعوه انا بلعب ناقص واحد، لا انا عايز 3 نقاط النهارده. اداء وحش، انا عايز 3 نقاط النهارده. النهارده تغاضى عن الاداء، مع ان الكلام اللي انا قلته انت عايز 3 نقاط واداء، النهارده مفيش اداء، لكن قدرت تحصل 3 نقاط. في سلبيات ولسه بقول في سلبيات، لكن لازم السلبيات تتعالج. الحاله الفنيه او المستوى الفني الشوط الثاني المباراه ككل متوسط المستوى، زي ما بقول لك ايمن الحاله الفنيه بتاع لعيبه النادي الاهلي بعيده، لا بعيده فعلا. مفيش حد النهارده تحس ان هو كان بيحاول غير بادجي، حتى يعني قبل ما يخرج هو اللي كان بيحاول في الكور القليله قوي اللي بتجيله، ان هو برده معذور ما جاتلوش حاجه النهارده. الجنبين بتوعك يعني مقفول عليهم تماما، ريتمك برده ما زادش قوي اللي كان بيتكلم عليه اسامه ومحمد يوسف بين الشوطين. الريتم في ال 25 يارد الاخيره ما زادش برده، ما تحسش ان في حاجه اتغيرت، بل بالعكس انت لما وديت مجدي ناحيه اليمين ما فيش ريتم، بتبتدي تلعب كور طويله وكور مقطوعه كتير قوي. لعيبه الجونه لعبت نفس الشكل، لكن هو طمع في المباراه بعد الطرد، كل تغييراته كانت هجوميه. مظبوط. جت فرصه للكلام اللي اتكلمت عليها دقيقه 73 انقذها الشناوي ببراعه، الهدف الكوره دي لو جت كانت المشكله هتبقى لا جامده جدا. الكوره دي غيرت مجرى المباراه كلها يا ايمن، لان تخيل انت مغلوب، يعني هيجي فيك جول 1-0 ومطرود منك ولعيب، وانت حالتك الفنيه مش هتساعدك كمان، لا الامور كانت هتبقى صعبه جدا. لكن انا عايز اقوله ان مباراه عدت بقى بحلوها بمرها، لازم الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي اكتر من لاعب لازم يبقى احسن من كده بكتير. علامه استفهام كبيره قوي على حاله جونور اجاييه، بعيد كل البعد بقاله فتره كبيره جدا من ساعه رجعنا من بعد كورونا. ده, ده 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 يعني الوقفه غريبه جدا كمان، يعني برضو بنتكلم على الوقفه اللي هي الهدف اللي انقذه الشناوي، يعني ازاي كل لعيبه النادي الاهلي على خط وفي واحد مغطي الوسط لوحده وثلاث لعيبه من الجونه اللي واقفين الوقفه دي؟ لا خلي بالك انا عايز بص اتفضل بص على لعيبه النادي الاهلي والقمصان الحمراء، انا بقول لك كلهم تقريبا بره ال 18، ما انا بقول لك واحد بس جوه ال 18 على خط واحد، وياسر ابراهيم مغطي الاوفسايد، وفي ثلاث لعيبه من الجونه لوحدهم اللي عليهم الدوائر دي اللي هتروح واحده فيهم لاسلام محارب. يا جماعه الشكل ده ما ينفعش. بس خلي بالك هنا يا كابتن علاء، قبل الكوره ما تتلعب بص الثلاثه اللي انت بتقول عليهم باصين على الكوره كويس، مش شايفين الخصم، بس هم شايفين ماشي. لا في خصم هو شايفين، هو واحد مغطي الليله كلها. ما بص يا كمل بص
بص بس هنا بص يا ايمن بص يا كابتن كلهم باصين على الكوره ازاي؟ هم باصين على الكوره بس هم شايفين ياسر مكمل يا ايمن معلش كابتن ايمن خلي بالك اللي استلم الكوره اللي بره ال 18 اللي هو اسلام محارب ولا جده ولا الثاني لو ماشي ماشي سليم يعني بص هو واقف ازاي؟ هو واقف عينه على ياسر ابراهيم وعينه على الكوره وبيجري الكوره اتلعبت راحت له بص ده اثنين ورا بعض كمان يا ايمن ايوه لكن هي الغلطه يا جماعه دي على فكره غلطه مكرره في الثلاث ماتشات كلها حتى انفرادات كانت بتروح لازم حتى لو ياسر سرحان اللي لازم يتكلم في كل الكلام ده الشناوي لان كده ممكن نرجع الكره تاني لو سمحت ممكن نرجعها تاني بعد اذنكم بص لا يعني بص يا ايمن ايوه ادام اتفقت انك تقف على خط واحد ومفيش حد يجري يكسر نصات الاوفسايد كده ما ينفعش ياسر يجري لوحده ما ينفعش طبعا لازم صوت نقف وواحد يتكلم وده اللي انا قلته المباراه اللي فاتت ان في الملعب مفيش حد بيتكلم فيه لازم ياسر هو اخر واحد على الخط ما يجريش لان لو ياسر وقف الناس دي كلها خلاص اوفسايد يا ايمن لكن ياسر جري هو متاكد ان هو متخيل ان كلهم هيجروا معاه لكن مفيش حد جري من لعيبه النادي الاهلي على خط واحد في حته التفاهم في الحته الدفاعيه دي برضو فيها مشكله النهارده ده الهدف بقول لك الانقاذ الشناوي طبعا طالع قافل الزاويه بامتياز وخلاص طبعًا بعد كده يعني بعد دقيقه 73 اعتقد ممكن تبقى صعبه لكن مبروك للنادي الاهلي ثلاث نقاط لكن الكلام والشغل الفني لا محتاج شويه كتير كابتن محمد يوسف